بينما صبا في المركز الثاني لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري يتقدم، ولكن الدخول من بلاد عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري يقدم لنا بلاد في هذه اللحظات غيرت وحولت إلى المركز الأول. وصول من جميلة محمد بن عبيد بن سويد بالصنباري العامري يتقدم هنا ويغير إلى المركز الثاني الثالث مقدما لنا هذا الاسم. النقلة إلى المركز الخامس وصلت فيه هجوم لراشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي، يقدم لنا هجوم في هذه اللحظات. الدخول أيضا من خلال تواجد اللي هي العبية وصلت في هذه اللحظات لأبخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، يقدم لنا هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. والوصول الآخر من الدرعية القادمة أيضا هنا مشاهد أو الذيبة لأحمد بن عبيد بن عيد المنصوري، يقدم لنا الذيبة، ولكن الزاوية الأخرى تحمل لنا أيضا شعار آخر من شعارات هذا الصباح هي سيطرة. عبيد بن سالم بن مصبح بن قرش الغفلي يتقدم أيضا بشعاره الذي صال وجال في عالم سباقات الهجن. الوصول هناك أيضا والدخول في هذه اللحظات من القادمة هناك بشعار أيضا ودخول وتحدي هذه اللحظات القادمة هناك مشاهدين الأعزاء هي الخزنة معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي تتواجد بهذا الشعار، وهناك أيضا التقدم من خلال هذا التواصل. والوصول الآخر من وديان معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي أيضا يقودهن هذا بن حمد بن عفصان المنصوري في تضميرهن وتدريبهن، بينما هناك أيضا القادمة في هذه اللحظات هي اللي هي هواية لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، يقدم لنا هواية في هذا الشوط، والهواية دائما متواجدة مع أبو حمد في انطلاقات هذا اليوم. الوسمية مسلم بن سالم أيضا بالمر أيضا ياتي العامري ليقدم لنا هذا الأداء، ومسلم بن سالم بن زعيتر العامري يتقدم من خلال هذا التواجد الجميل. هكذا النتيجة، هكذا نتيجتنا، ونعود إلى صدارة، نعود إلى مقدمة الشوط. جميلة محمد بن عبيد بن سويد العامري يتقدم على الصدارة على المركز الأول في اندفاعات هذا اليوم، بينما المركز الثاني جميلة محمد أول المركز الأول جميلة، المركز الثاني بلاد هناك عامر بن مصبح بن حويرب المنصوري، والمركز الثالث شعار بن كلثم مع الشاهينية يتواجد سهيل بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، يقدم لنا هذه النوعية المحلية الرائعة الجميلة، بينما نقلتنا هناك إلى المركز الرابع الدخول من هواية محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يقدم لنا هواية خذت المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما وديان في المركز الخامس لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يصل في المركز الخامس. المركز السادس سيطرة عبيد بن سالم بن مصبح بن قرش الغفلي خذ المركز السادس. المركز السابع يا سلام يا سلام على المركز السابع، هذه هجوم راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي، وصل وبدأ بهجمة قوية وأيضا أداء متميز، بينما العبية بخيت بغالب وسلطان بغالب المنصوري وصل في هذه اللحظات. الدخول هناك من اللي هي صبا منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري يتقدم مع صبا والخزنة القادمة، الخزنة الواصلة في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. 3 كيلومترات انقضت وقطعت في 4 دقائق و41 ثانية، و أيضا هناك يتبقى 3 كيلومترات أخيرة في منافسات أول أشواط الإذاع سن الإمتاع، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى أيضا المنافسة في الصدارة الأولى ما بين اللي هي جميلة محمد بن عبيد بن سويد بالصنباري العامري يتقدم على المركز الأول يسير في مقدمة الشوط. هناك بلاد عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري يقدم لنا هذا الاسم على المركز الثاني في أداء متميز،
ورايح هنا مع المركز الثاني. دخولنا في المركز الثالث، الوصول في المركز الثالث. هذه هي الشاهينية، وصلت الشاهينية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام القادمة بهذا الشعار، شعار أيضا اللي هو سهيل بن سيب بن سهيل بن كلثم. يتقدم بن كلثم، يأتي بن كلثم ليقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة أيضا الرائعة. وصلت صبا ليتقدم منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري، ولكن بن قرش وصل، بن قرش عبيد بن سالم بن مصبح بن قرش الغفلي يقدم لنا سيطرة سيطرة سيطرة. الوسمية مسلم بن سالم ايضا بن زعيتر العامري يقدم لنا الوسمية. يا سلام يا سلام، وخطير الوسمية وسلالة الوسمي ايضا احد السلالات العريقة الجميلة للغاية هنا من خلال هذه المشاركة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام واندفاعات هذا الصباح. يا سلام يا سلام يا سلام يا هذه الانطلاقة الرائعة المميزة هنا في اندفاعات عاصمة الميادين، ميدان الوثبة يرحب بالجميع، ميدان الوثبة يرحب أيضا بكل الحاضرين والمتابعين في عاصمة الملايين. نعود مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المركز الأول. التغيير الذي جرى وطرى هناك، اللي تقدمت اللي تقدمت هنا مشاهدين الأعزاء، واللي غيرت الصدارة واللي غيرت المركز الأول هذه بلاد. تتقدم بلاد مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بانطلاقاتها القوية وتحدياتها المثيرة. هذه هي بلاد، ولكن جميلة اللي غيرت، جميلة اللي خذت المركز الأول، جميلة اللي انطلقت على المركز الأول. يتقدم هناك من خلالها هذا الاسم وهذه التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة وعلى هذا التحدي. يأتي محمد بن عبيد السويد أيضا بالصنباط العامري على المركز الاول، بلاد في المركز الثاني، ايضا عامر بن مصبح بن حويري بن المنصوري. وصل بن قرش مع سيطرة، عبيد بن سالم بن مصبح بن قرش الغفلي بن عويضان يقدم هواية، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم مع هواية على المركز الرابع. المركز الخامس صبا المنصور بن زيد بن علي بن دري المنصوري. وصلت وديان معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، هذه النتيجة. والخزنة قادمة بنفس الشعار، شعار معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى جميلة محمد بن عبيد بن سويد العامري على المركز الأول على الصدارة الأولى، يتقدم بهذا الشعار، يأتي بهذه الانطلاقة. بينما المركز الثاني الوصول من سيطرة، سيطرة عبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي بن عويضان يقدم هم، يقدم اللي هي هواية، هواية محمد بن سهيل بن عويضان العامري. غير بن جرش، ولكن بن عويضان العصاف الأبطان، العصاف الأبطان. الله 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 الله، غيرت هواية، غيرت هواية. يتقدم محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع هواية في هذا الشوط ومع هذا الانطلاق. مشكور يا مطر يا بن محمد يا بن دحروي العامري على تقديم هواية في أول أشواط هذا الصباح. تهانينا لمحمد سهيل بن عويضان على هذا الفوز ولحظات الوصول بالمركز الأول. بينما المركز الثاني وصلت فيه سيطرة لعبيد بن سالم بن مصبح بن قرش الغفلي. المركز الثالث جميل محمد بن عبيد بن سويد العامري. المركز الرابع وصلت فيه بلاد عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري. والمركز الخامس صبا منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الإعادة، ولحظات الإعادة والإفادة، حيث هنا مشاهدين الأعزاء فازت فيه أيضا هواية محمد بن سهيل بن عويضان العامري بتسع دقائق 22 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لأبو حمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، تهانينا المطر بن محمد بن دحروي العامري الذي قدم هواية بهذا المستوى تجهيزا ليضخم مهرجانات الخليج جائزة زايد الكبرى. تسع دقائق 23 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. هناك من وصلت فيه أيضا سيطرة، عبيد بن سالم بن مصبح بن قرش الغفلي. تهانينا والناموس. جميلة من وصلت في المركز الثالث،
بتسع دقائق 23 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبيد بن سويد بالصنباري العامري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم.